شلونك؟ الله يعافيك شلونك؟ ما في صوت. الصوت ما انت طفيت. الصوت عندنا الصوت عندنا. الصوت عندنا لكن تروح. انا ما يجي الصوت يا جماعة. الآن بعيد عن متعب ابن ربعان واستبعاده. الو سم تسمعني؟ يقول الو. لا طيب خله يمسك المايك كذا ويتكلم. اربع مايك. طلع مايكك وكلمه. ارحب. ايوه الله يبيك كيف الحال؟ الله يعافيك كيف الحال؟ شلونك؟ الله يعافيك شلونك؟ حسين الصعري نجم طول عمرك اطل نجوميته خلال فتره وجيزه طول عمرك يعني بعكس الشباب اللي من الواحد مراجل الى 53 مراجل. ف انا ما ادري شو اسميه الصراحه ابو فرح معك حسين الصعري. حسين صبحك الله بالخير. صباح النور والسرور. حسين انا اهنيك انك انت امس من خلال متابعتنا للفقره انك اكثر شخص جاك هدايا او من اكثر اثنين جاهم هدايا في فقره ركان السهري صحيح؟ الله يطول عمرك. طيب يا حسين انت ما تشوف نفسك نجم من نجوم هالبرنامج الاربعه والخمسه الاوائل؟ يقول لا ما يحدد الجمهور وكلنا انا واخوياي نجوم. طيب استاذكم عطونا المقطع حق حسين. مقطع حسين يلا مطور عمار وبيض وجيهم. طب على هذه يا جماعه الخير هديه من فريق دعمه له ويستاهل كل خير سلطان المطيري. يستاهل حيد العين. السلام عليكم. سم هذه من فريق دعمك طلع منك سلطان المطيري. الله الله ونعم. سم ايش تقول لجمهورك؟ اقول لفريق دعمي بيض الله وجيهكم وانا لولاكم والله ما وصلت للمكان هذا. دعمي لي وتعبين وراي. طيب تقدم يا عيال انا اجيب لكم هدايا من بدري. تقدم بس عشان الشاشه تاخذ من حسام. لا هو في استنى تقدم. تقدم هديه من والله ما ادري منو لكن الحسين مره ثانيه تعال استاهل ما شاء الله تبارك كيف الدنيا يا عيال ايش وضعك مع الهدايا؟ ها تمام وقف تعال هنا. حسين الصيعري. حسين الصيعري تم تستاهل. خذ تصريح منه يا عزوز. الله الله اكبر. فؤاد عبد الله علي مناحي زياد بن شري ريان الى اخره نجوم مراجل اللي بادين من واحد مراجل. حسين الصيعري يعني عباره الماكسيمم او المجموع كله اللي خاض فيها تجربه اسبوعين. اتوقع اذا ماني بغلطان انه ثالث فقره يحضرها مع ركان السهلي من يوم بدات فقره ركان صحيح. السهلي صحيح. اكثر هدايا قدمت حسين الصيعري وقف من ضمن العشره الاعلى تصويت جماهيريا. يا سلام. اوكي ثاني مره ترى وثاني مره الفقره الماضيه وقف من ضمن السبعه وهذه المره وقف من ضمن العشره. يا سلام. وللامانه رجع تسعة رجع عشرة رجع ثمانية سبعة وهو وقف من ضمن الخمسة الأوائل. السلام صح أبو حمود. شوف يا عزيزي أنا ما ودي أكثر على حسين عشان ما يقولون محابي. حسين متسابق مجتهد فقط. تعرف دقيقة يا حسين مجتهد فقط. الدليل أنه مجتهد فقط يا أخوان عشان يجر بخاطر أخويا. قال أنا والله أني إن شاء الله متسابق جيد وأخوياي. طبعا حسين بيلعب عليهم كلمة أخوياي لكن حسين يتجه مثل ما قررت أنا في هذه بداية الأسبوع. حسين يتجه نحو الاتجاه الصحيح وهي الستيج النهائي. حسين الصعري دخل في هذه المنافسة وطلب إثبات الوجود وليس ود الجميع. حسين الصعري إن الله إن شاء الله فكه من شر الصواديف شفتوه على الستيج النهائي بكل ثقة. وذيك الساعة إذا قالوا مبروك يا حسين الصعري مو بقوي لنا أخوياي بيقول الدرع ولا شروره وخلي اخوياك يقعدون. لذلك حسين الصعري استمر على مستواك على محتواك على طريقتك على اسلوبك الجميل على تنوعك على تقبلك للجميع. ادري فيهم الغثيث ادري فيهم المتصنع ادري فيهم الذي يقول كلام غير صحيح ادري فيهم اللي بطابع مختلف على الهواء غير اللي تحت الهواء.
أدري أن بعضهم البارحة بكى دموع أن طال عمرك يتعصر بيديه ورجيله وهي غير حقيقية. أدري أن البعض البارحة طال عمرك دخلها في زاوية 90 ويقول كذا فرحان بطلع متعب. لذلك حسين الصيعري أنت حتى وإن جملتهم طال عمرك أنت لوحدك، أنت في سرب لوحدك، أنت ذكي، أنت بأضمك من الشباب الباقيين اللي معكم، ما أبغى أذكر أسماء عشان ما أركز عليهم أكثر، لكن أنت واثنين معك أتوقع لكم مستقبل زاهر في هذه النسخة. هذا طول عمرك يكون أنتم الثلاثة فقط الذي سوف يذكر أسماءكم في هذا الستيج في النهاية. طول عمرك أبو فرح. حسين صبحك الله بالخير. صباح النور والسرور يا مرحبا حسين. ليش ما أشوفك تصرح في نجومية ولا قوة ولا تحدي ولا مركز؟ الوعد في النهائي ما بيتصريح ذا الحين. طيب بس برضو الجمهور وده يشوف، حنا في برنامج 90 يوم يعني لازم نسمع منك. يقول تحدي تحدي والتحدي يبي فرسان هام ولا فيه حبة خشم ولا محنية. يا سلام على القوطي المزاج تلقاه في الدكان ولا سيف ابو حدين تلقاه في الهية. يا سلام بطل 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 وهزانك عليك ابو سرور هزانك صدق. الان في مراجل 53 حنا سمعنا التحدي سيف ابو حدين ان شاء الله راجع لحسين الصيعري. احنا سمعنا التحدي في يوم 53 لحسين. حسين تحدى على المراكز ولا نجوم الجمهور؟ الوعد في النهائيات. طيب انا في نهائيات في اخر البرنامج، في ثلاث مراكز ابطال نسخه، في ثلاث مراكز نجوم جمهور. احنا وين راح نشوف حسين؟ في النهائيات ان شاء الله. يا جماعه عشان ما يرتفع ضغطي، حسين انت نجم جمهور ولا بطل؟ نبغاها كلها. لا من اكل بيديه ثنتين غص يقولون الاولى. لا لا اخذوها اخوياي ولا اخذيتها انا كلها واحد. لحظه لحظه اخوياك لحظه بالله يا جماعه لحظه بالله اخوياك ايش دخل معي؟ انا جالس اتكلم عن حسين الصيعري المتسابق البطل المبدع. حسين الصيعري حسين الصيعري ايش جاب اخوياك في الموضوع؟ شوف الود يا طويل العمر ودي اني اخذها كلها، لكن معي رياجيل وكلنا بنتنافس على المراكز وتنافس من قلب صافي. يعني تنافس اخوان. يا حسين انت بتنافس مع السماعات مثلا، احنا ندري معك ناس بتنافس معهم. ايوه احنا نتكلم ثقة بنفسك، هل انت تقول انا من نجوم الجمهور ولا من ابطال المراكز؟ نجم الجمهور وفارس النسخة. الله حلو بس الله. بس انها واضح انها ممجوجة، ما هي جاية عن ثقة، جاية عشان تسكيته. لا 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 حسين انا اشوف انك في تطور. حسين انا اشوف انك اسبوعين او ثلاثة اسابيع الجمهور قابلك، الشاشة قابلتك. أنا أتمنى تستمر يا حسين زي كذا. بس نصيحة لك ولكل المتسابقين، المجاملة والخوف أحيانا، اللي أنا أشوف أن المجاملة أحيانا أحيانا تأتي تحت عباءة الخوف. أنا أتمنى تقول أنا بطل نسخة، أنا من المنافسين على نجم الجمهور. عادي ما فيها شيء، الناس ما بقولين اوه لا طلعوه، الا انت خايف من حاجه من شيء معين. انا ما ادري لا لا ما يدخل قلبي الخوف، لكن الوعد نهائي. اتمنى يا رب اتمنى. انا ودي اوضح نقطه لك يا ابو فرح، الشخص هذا اول شخص جريء في هذه النسخه يجلس على الكوفيش الروم حلو ويقول انا بطل النسخه وانا بطل نجم الجمهور. لماذا؟ لا هم مجامله. لان لا هي مجامله هلا. لان له اسبوعين اسمه لمع نجوميته وضحت لله درك يا حسين. المغنزي يقول حسين الصيعري السيف ابو حدين. نعم وش تقول له يا ابو عنزي؟ تلقاه في الهية. حسين صباحك الله بالخير. صباح النور والسرور. التصريح يقول ابو مناحي انه ما جاء اليوم، هل التصريح ذا ما جاء الا بعد ما طلع متعب؟ لا لا انا طالب برجوع متعب واتمنى رجوعه. والله ما تبي يرجع. والله العظيم اني اتمنى رجوعه. خلاص يعني احنا ما ندري نحارب بس صلى على النبي واتمنى. والله العظيم ودي اقول انك صوت الحق، لكن ازرينا كل ابوكم صوت حق ما يصير. والله اني اتمنى رجوع متعب. صوت العدل حسين الصيعري. لا انا اتمنى برجوع متعب. هذا انا صوت العداله اتمنى برجوع متعب. دقيقه حتى المتسابق اطالب برجوع متعب بالرقعان. الكلام هذا مردود عليك يا ابو فرح. بالله سمع ابو فرح. وش 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 انت تبي لحظه خلينا سؤال، انت تبي متعب الرقعان يرجع؟ نعم انت ما انت بنجم يا سلام لودك. انا اطالب معليش انت بنجم. انا اطالب برجوع متعب بالرقعان. حسين اطالب برجوع متعب بالرقعان. عندي سؤال، لو رجع متعب بالرقعان هل بتطلع ولا بتقعد؟ لو خيرتك تقعد ولا يطلع؟ من يطلع؟ اطالب برجوع متعب ونستمر. ولد انت لو خيرتك يدخل متعب بالرقعان تطلع انت، وش بتقول؟ اتم وموافق. خل ما تحدي ابو حمود. ابو حمود هذا على التحديث، هذا على التحديث قديمه، التحديث 5 رمضان 6 باقي لي شهر. خل متعب يجي، خلي تنافس هو حسين ومدري حسين منافس حصن.
اما المتعب يطلع بطريقه يعني كملها قول حسين يقعد لا هو يستاهل والله يستاهل البقاء حسين ما له الا اسبوعين او ثلاث اسابيع وشوف وين هذا الحين شوف وين وشوف وين نجوميته مغرحين في بعضهم على طاري مطالبه حسين الله يبيض وجهك خلني اخلص من حسين والله يا حسين انك تستحق النجوميه اللي انت فيها حسين انت في تصاعد يعني كلمه حق والله انها تقال لك يا رب تطول عمرك يعني بدون قصور في خوياك فيه يعني متسابقين كانوا من بدايه البرنامج لكن ما وصلوا للمستوى اللي انت وصلت له حسين من الرهن على نجاحك وطلوعك يعني المهيب هذا يعني ينم عن شخصيه يعني وكاريزما وشخصيه يعني متسابق جاي وفاهم البرنامج وفاهم ليش جاء يعني جاي علشان ينافس على مراكز علشان يبرز مواهبه ويظهر يعني بالمظهر الجميل اللي يجمل نفسه ويجمل الشاشه ويجمل الناس اللي وراه مثلهم طول عمره حسين ترى انت يعني شيء تشوفه يعني انت بعينك جماهيريتك يعني في تصاعد لك قبول على الشاشه لك قبول جماهيري هذا يعني الاشياء هذه لابد ان تستغل يا حسين لابد ان تستغلها في صالح نفسك وتستغلها في تنميه موهبتك ويعني والحرص على جماهيريتك وانك يعني تستقطب جماهير اكثر بالشيء اللي انت تبدع به وتقدمه على الشاشه وجعل فالك التوفيق يا حسين وياك بيض الله وجهك على مطالبتك ورجوع متعب وجهك ابيض انا يعني انت جذبك في حسين مطالبته في رجوع لا والله ترى كلهم لا يطلعون معنا الشيفه اللي التيشيرت 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 لا والله الشيفه شيفه رجال وحصان الشيفه وطليق طليق حصان الشيفه او هذا الشيفه يعني الشيفه لا لا ها لا مو بشي دقيقه قرب بدون ضحك بدون ضحك طيب تفضل احنا عندنا يا كلب ونعم يعني تقدر تقول الشيفه يعني لا لا بس انت تقدر تقول شوفت شوفت بمصطلح اللي السيء لكن احنا نقول شف فلان شيفه رجال شيفه رجال نعم شيفه رجال وشيفه متسابق يستحق الوصول الى المراكز المتقدمه حسين قبل نختم معك انا اوصيك وصاه ترى انت ما تدري ان فيه جروبات تحزبات تدري ان فيه شخص من نوى يظهر النجوميه يحطه في عباته اتمنى انك لا تنحاز اتمنى انك لا احد يقدر يتسيطر على حسين واصل مسيرك اطلع النجوميه فوق فوق حسين وين فوق الدور الثاني فوق فوق بالتوفيق يا حسين شكرا لك شوف يا انا عندي تعليق على حسين طيب شوف يا ابو مناحي والاهلي والربع اي شخص هذا الكلام ترى كلام اعلامي وكلام نجوم مو اي شخص يقول انا بطلع وخوي يجي هذه لها مجال هذه تحسب لك لكن لها اماكن غير لها وقت معين لها وقت معين واماكن نعم. غير الاعلام حتى الاعلام تستخدم فيه 20 30% هذه الصفه وهذا المبدا الاعلام والمسابقات والمنافسات تستخدم اني انا ثم الناس انا ثم المتسابقين انا يا اخي ما في مشكله انا اخذ الاول وياخذ الثاني تبغى الدليل البارحه قالوا ترى ما قعد بنطلع معه وين هم اليوم الاخوان قفلت الباب الله يهديك انت قفلت الباب طيب استاذ كنترول حمد المهان اذا تكرم يروح لكم بشرون ايش تقول ابو حنيزي قفلنا الباب يعني لحظه ابو حنيزي تبغى نفتح البيبان لهم انا ادري عشان متعب بس مع بعض يرجعون ايش رايك لا 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 افتح الباب لان متعب بيرجع ما راح يرجع يعني لو قلت انت تقول متعب يرجع اي نعم انا من امس وانا متواصل مع رئيس تلقوني تحت الكويوه ومتواصل مع الرئيس التنفيذي ان شاء الله ان متعب باذن الله انه يرجع فيه يعني ما يشفع له في اشياء قاعد اقدمها للرئيس مجلس الاداره والرئيس التنفيذي اللي محاولة اقناعه يعني اعضاء مجلس الاداره بما فيكم انا نعم وان شاء الله انها تكون يعني في عين الاعتبار باذن الله ويرجع متعب لانه يستحق اذا رجع العظيم والله العظيم والله العظيم وشهاده حق وشهاده لله عايز القحطاني الله عنها يوم القيامه لا هو تحيز ولا يعني لا تحزب ولا لا انها حياديه وكلمه حق يجب ان تقال انا طالبت في بزنس ثلاثه بركان السهلي وانا معرفه ما قابلته الا مره في الكوفي شرو وجه لوجه ما قابلته لكن في مثل هذه الامور يعني لابد ان يكون هناك يعني وجهات نظر مختلفه
تقارب وجهات النظر هذه بعدة أشياء. طيب نرجع الباقيين. عايد القحطاني مخيل يبن له تكفى يا ولد تدري عن شيء؟ لا هذا لا ياكل. عايد القحطاني طالع ابراهيم مو شافي شافي لا لا ما اي ما في وجهات نظر او وجهات متشابهه. هذا ابراهيم مخاريم استبعاد مخاريم. خلينا نجيب يا جماعه المخاريم يا اخي ما استبعد المخاريم ظاهر بظرفه يمكن خلص ظرفه نرجع. طيب انا ارجع يعني انت عاد يعني اصل على هدي الرسول. طيب حنا الله يطول عمرها ابو صالح ويطول عمر المدير التنفيذي لكن سؤال إذا كل متسابق بنطبق عليه قانون الاستبعاد وبيستبعد وبيرجعونه وإيش فائدة الاستبعاد من البداية لين نستبعده؟ صح يعني سؤال يستبعد المتسابق ويجي علي ويرجع متسابق يعني يا أخواني وش بيكون يعني؟ أنبح صوتي ونصيح يا صالح ليومين أقول لا يستبعد لا, لا يستبعد. يستبعد. يستبعد لا يستبعد. استمعنا ثلاث مرات والإدارة كلهم يعني لا الإدارة ولا أعضاء الإدارة كلهم مقرين على استبعاد متعب بالرقعه وانا لازلت اقول متعب لا يستحق الاستبعاد. متعب يستحق البقاء ويستحق ان يكمل مسيرته في البرنامج لو ما رجع لان متعب رجع. اضافه للبرنامج وإذا ما رجع مثل رجع. متعب بالرقعان اضافه للبرنامج ما يحتاج ما احنا نحتاج فؤاد عندنا وعلي ملاحي وريان وزياد. اسمع يا ابو فرح سم. لا يجيني واحد يقول لي لا فلان مو باضافه للبرنامج. البرنامج قائم على المتسابقين هذا هو الشيء صعب لا خلني أعلمك قائم على متسابقين لكن تميز النسخة ونجاح النسخة قائم على المتسابقين المتميزين. تجيني تقول لي في متسابقين متميزين وغير متميزين أقول لك نعم في متسابقين نعم. متميزين نعم. وغير متميزين أكيد وهذه طبيعة البشر أكيد. الله حلو أعطى البشر فروق فردية طيب. شخص متميز شخص غير متميز شخص تميز في شيء معين شخص عنده موهبة معينة شخص يغرد في, 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 في كوكب الحالة. هذه أشياء وهبها الله سبحانه وتعالى العبادة. طيب سؤال أبو عنسي لو ما رجع متعب الرقعة سوف يسقط برنامج إنا لله مش مسؤول في برنامج فراجع فتناشب معكم طيب لا يا رجال لا لا خل بس الكلام خصوصا اللي يثر على البرنامج أمثال فؤاد عبد الله علي مناحي اللي ينافسون منافسة شريفة بالأرقام طيبة بالأرقام بالألقاب والأرقام والألقاب والأرقام فارس الجمهور يعني بينهم طاحن الله يقويهم والله هذول مثل اثنين دول متعب الرقعان ما نافسهم حتى والله يا والله الأسماء اللي ذكرتها والله أنهم نجوم نجوم وأنهم شرسيين وأنهم يستحقون لكن يعني لكن متعب بيقوم البرنامج سبحان الله لكن متعب ثم البقية أنا أقول لا 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 لا, لا, لا متعب ثم علي مناحي وفؤاد والبقية أنا أصرح فؤاد أنا علي مناحي ثم البقية بالأرقام أتكلم بالمنطق أنا أصرح إذا رجع متعب بالرقعان للمنافسة والله يا تويتر عندي يا صور يا البروفايل عندي وصوره هدا لحط متعب الرقعان إيش يستاهل أحط صوره عندي يا أخي يا محمد مناحي ارتاح نفتاك لأن ويرتاح ما أبراجع حطه لا 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 حطه إذا رجع حطه حلمك نرجع إن شاء الله حلمك حمد المهام معنا السماء قرب له